إسراء الأصيلة، أهلا وسهلا فيك بلبنان وبأنغامي حبيبتي. أنتي لي أول زيارة للبنان. أي صحيح، جاي لعنا من العراق. مزبوط أنه أنت بتتنقل بكتير دول عربية، صحيح، بس بالأساس أنت عراقية. شو بيعني لك الانتماء العراقي؟ يعني أنا رغم أنه عايشة برا ومولودة برا، لكن يبقى تعرفين أنه الوطن شيء سبيشالي. أكيد. أي، وكل واحد أكيد يفتخر بولاء الوطن. السنة شهدنا فورة للأغنية العراقية. يعني الأغنية العراقية السنة كانت عم تتصدر المراتب الأولى. شو رأيك بهالفورة وهالنجاح السنة للأغنية العراقية؟ الحمد لله، الأغنية العراقية يعني تقريبا هي توب بالوطن العربي صارت. وطبعا نتشرف انه المطربين من عدة دول دي يغنون اللهجة العراقية والإيقاع العراقي، بالشي يفرح يعني الحمد لله. انت السنة كمان كنت عم تتصدر الأرقام مش بس بالعراق، بكتير دول عربية. فشو بتحب تقولي للجمهور يلي عم يكتشفك جديد والجمهور يلي اصلا بحبك وبعده عم بيشجعك؟ اكيد طبعا كل الشكر والتقدير لهم والمحبتهم، وانا دا حضر فتشي هسه بعد عروسة. شو الأحلام يلي بعد ما حققتيها فنياً؟ يعني أطمح أنه أوصل للعربية أكثر بعد من هيك، يعني يكون عندي بعد ستيبس أكثر. يعني أنا ما أحس نفسي بعدني ما سويت شيء، يعني اللي جاي أكثر إن شاء الله. والدك الفنان أيضاً علي الأصيل، أنت ورثتي الموهبة والفن عن والدك. شو تعلمت منه أكثر شيء؟ شوف، أنا كنت كتير صغيرة يعني بعمر تقريباً 3 سنوات، وهو عازف عود بالإضافة لأنه سينجر. كنت بعمر كلش صغير شنو ما يسمع وشنو ما يقعد يدندن، وهاي أنا وياه الحمد لله عندي سمع كلش قوي وقوة حفظ الحمد لله وخيالية، فحفظت منه هواية سوالف، عرفت شلون أغني بعمر كلش صغير، حفظت منه أغاني يعني أكبر من سني، بحيث أنا أول مرة غنيت بها صعدت مسرح كان عمري 4 سنوات. رح أسألك أسئلة سريعة. لو ما كنت مغنية شو كنت بتكوني؟ محامية أو باحث اجتماعي. وبالأصل أنا كنت ناوي أدرس هذا الشيء، بس يعني اتجهت للفن. موهبة عند إسراء الأصيل مخبية ما بنعرف عنها؟ أنا أمثل. بتمثلي؟ ايه، تمثيلي حلو يعني. وبعرف انه بتحبي تحضري مسلسلات. كتير. هلا شو موسم الهندي بعد؟ هلا ما في، لا بطلت عاد مع السفر والروحة والجاية، وشوي الواحد بيكون مشغول ما عنده وقت. طيب سؤالي الاخير، لما ما بتكوني عم بتسجلي او عم بتغني على المسرح شو اكتر شي بتحبي تعمليه؟ انا كتير بحب الشوبينج. لما بطلع من اطلع اتسوق وهاي شوي تتغير نفسيتي. شو اكتر شي بتحبي تشتري؟ اكيد التيب. أو مثلاً الجزادين أكتر من التياب، وبحب العطور. يعني بدي أقولك أنه نحن كتير مبسوطين بوجودك. أنا المبسوطة أكتر أنه زرتكم، زرت لبنان، زرت أنغامي. وأنغامي كمان بتحبك كتير. Thank you. شرفتينا إسراء الأصيل. أي رسالة بتحبي توجهيها لمتابعينك عبر أنغامي؟ متابعيني عبر أنغامي، المفاجأة اللي أريد أحكي عنها أنه أنا عندي ألبوم ده أحضر له من 12 أغنية، راح يكون بداية طرحة راح يكون حصري لتطبيق أنغامي. فإلى كل جمهوري ومحبيني ومتابعيني بكل مكان، حملوا الألبوم إن شاء الله من يتم طرحة عن طريق أبليكيشن أنغامي بلس. إحنا اليوم هنا موجودين حتى نصور كليبات 2، وهم راح يكونون إن شاء الله من خلال أبليكيشن أنغامي. أهلا وسهلا فيك مرة جديدة بلبنان وبأنغامي. حبيبتي thank you. شكرا. مشكورة.